الثالث من هذه المقدمة، الباب الأول كان وهو في وجوب العمل بالتوحيد، نشره، تعليمه، وكما ذكرت. والباب الثاني كان في أماكن العمل والنشر والتبليغ والتعليم ودفع الشبه وإلى ما يتبع ذلك، أن الأمكنة غير محصورة في الطاولة والكرسي، الأمكنة في كل مكان الإنسان يجب أن يعمل في كل يوم، في خصوصا في هذه الأزمنة التي يكون فيها الجهل قد عم. في بعض الأزمنة يكون هذا العمل في المسائل الأصلية فرض كفاية، معلمين، أساتذة، شيوخ، علماء يعلمون الناس هذه العلوم، لكن في زمن الفتن وزمن الضلال كل إنسان من رأى منكم منكرا فليغيره، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأعظم الأمر بالمعروف في هذه الأزمنة ليس دروس الفقه مع أهميتها وحاجة الناس لها، ليس دروس الأخلاق مع أهميتها وحاجة الناس لها وهي من أركان الدين، لكن الركن الأعظم هو الإيمان، وهو المقدم، والركن هذا إذا استقر في قلب الإنسان الإيمان، الآن يقوم بالأخلاق، يقوم بالأعمال من عبادات تصح معاملات هذا الإنسان، ينشر الدين، يجاهد في سبيل الله، ينفق الأموال، يعلم، يتعلم، وإلى ما يتبع ذلك. فهذا الباب الثالث، وهو إذا أنا اجتهدت في التدريس، معلوم أن الذي يدرس يتعلم ويدرس، لأن يفتح له أسرار، لكن في العمل الميداني مع الناس بشكل يومي ماذا يستفيد منه الإنسان؟ ماذا ينتج عن هذا العمل من فوائد وثمرات